السلام عليكم. فوزية جبارة محمودي، نائبة رئيس جمعية البسمة بالمغرب وعضو مؤسس للجمعية. اليوم حنا تنتواجدوا بمدينة أكادير باش كنبشروا هاد الحالات اللي عندهم الشفة المفلجة واللهات المفلجة أو ما يسمى بالشق سقف اللهات وشق الشفة. كما شفتوا عدد كبير وعدد كبير بزاف اللي جاوا لهاد الحملة. اليوم حنا وصلنا لواحد العدد ديال 210 اللي شفناهم لغايه الان، هي دابا لحداق القسمين، ومازال عندنا واحد العدد كبير اللي كتسنى، ما كيفوق واحد 200 وحدين اخرين ديال الناس. دونك ان شاء الله غادي نحاولوا باش نشوفوا هذا العدد كامل، وغادي نحاولوا باش نديروا العمليات كما برنامجنا لها، اللي هي 200 حتى 210 ديال الاطفال اللي غادي يقدروا يستافدوا. اللي باقي راه ما غاديش يقدروا يستافدوا، ان شاء الله كنوعدوهم باش غادي نعاودوا نرجعوا لهذه المدينه الحبيبه باش نعاودوا نديروا هاد الاطفال اللي باقيين واللي كيحتاجوا لهذه المساعده ديالنا. الطاقم الطبي ديالنا، طاقم من جميع انحاء العالم ومن المغرب خاصه، لو شيف ديكيب ديال الطاقم الطبي لجراحين، هي طبيبه جراحه مغربيه اسم ديالها وفاء المرادمي، والرئيس ديال التخدير هو طبيب من البرازيل اسم ديالو موريسيو، وباقي راكم شفتوه من جميع انحاء العالم. كنشكر جميع الطاقم اللي هو كيتكون 120 عضو بين الاطباء والممرضين والانجينيور بيوميديكو ومصححين النطق وكذلك لي دونتيست. شكرا. حنا نتبع معاهم في جمعيه ديال البسمه الدار البيضاء، وهما اللي كيقولوا لينا انت كدوز عند الطبيب كيدير الكشف ديالو تيقول لك امتى تقدر دير العمليه امتى. الغرض ديالي ان في جمعيه بسمه كاينه المتابعه، انت كدير العمليه وتيكون من موراها كتبقى تتبع معاهم، تيبقاو يشوفوا الحاله ديال الطفل ماشي بحال الكلينيك اخر ما غيتبعوش معاك. انا من ترودانت جيت لهاد عند هاد الناس واستقبلوني مزيان، والله يعمرها دار، كاينين طبا مزيانين. عندي وليدي عنده 4 سنين، جيت العمليه الله يعمرها دار هاد الناس، كل شيء مزيان وكل شيء بخير وعلى خير. كنتمنى عند الله الله يكمل المسلمين جميعا. انا اسمي احمد صالح، انا دكتور اطفال مشارك في عمليات البسمه 2018 في غدير. ان شاء الله تكون عمليات كويسه ونعمل اكبر عدد للاطفال العمليات اللي هم محتاجينها، وان شاء الله تكون النتائج كويسه معانا.